انا عايز اعرف الطياره بتطلع بسرعه فين؟ اراها حسبنا الله ونعم الوكيل اللي جوعنا ربنا يجوعنا واللي عطشنا ربنا يعطشه. اتحبسنا 38 ساعة في الجيك بتاع جدة بعد ما خلصت كل الإجراءات، كل مشوراتنا طلعت المطار. بعد كده هوت 38 ساعة نايمين، قفلوا علينا وسابونا. تاني يوم اطلعوا فتشوا تاني عشان في حاجات ضاعي. قال لي ضيع من الجيك. كنت في العمرة؟ أيوة. قالوا لنا تيجوا يوم 27 معايا، جايين قبل الميعاد بست ساعات. عذاب في الوزن، عذاب لغاية ما طلعنا فوق في الجيك قفلوا علينا. دخلنا يوم يوم السبت بالليل، طلعنا يوم الاثنين الساعة 1 الظهر. طلعت الطيارة ونزلت، قال لي مالكيش مكان، كانت أتوبيس. أتوبيس. عايز أعرف الملك عبد الله يرضى إن الناس تجوع وتتعطش في رمضان؟ ها؟ فين هو بقى الملك عبد الله؟ طول الشهر بندعي له ربنا يعافيه ويصحى. لا، لا إن شاء الله ندعي له. بس الشركة الطيران اللي زفت. تدعي مين يا ستي؟ ايوه انا عارفك، انت مين؟ شركه الطيران يحيى. انت كان ازاي؟